تعالوا بقى ايه نناقش الكلام ده مع استاذ الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ جمال زهيري، ونرحب بيه معانا على شاشه قناه النادي الاهلي في 7 دي سبورت. اهلا بحضرتك استاذ جمال. اهلا بيك، ازيك عبد الرحمن باشا، اخبارك ايه يا كابتن؟ الحمد لله بخير، ربنا يخلي حضرتك. الله يخليك يا حبيبي. في البدايه عايز ابدا معاك من حرص الكابتن محمود الخطيب على استقبال بعثه الترجي التونسي في مطار القاهره، قبل ما نتكلم على الحوار بتاع السي ان ان اللي احنا هنتكلم عليه سواء انا وانت، لكن قول لي شفت حرص الكابتن محمود الخطيب حتى في عدم وجود السيد حمدي المؤدب رئيس النادي على حرصه على استقبال بعثه الترجي في مطار القاهره؟ بالتاكيد قبل برضو ما نتكلم عن الحوار اللي هو مع السي ان ان، بناكد دايما على ان كابتن محمود الخطيب معروف على فكره طول عمره من وهو لاعب في النادي الاهلي وصغير وكبر وتدرج حتى اصبح اسطوره كبيره رائعه في كره القدم المصريه. هو متعود على السلوكيات الحميده او الحسنه، عشان كده مش هتلاقي لو دورت عبر تاريخه مش هتلاقي عنده مشاكل مع حد ولا مشاكل مع زملائه ولا مع مدربيه. طول عمره هو كان بيحب كرة القدم ويعشق النادي الأهلي ويعشق منتخب بلده، وعشان كده كان دايما مركز في كل حاجة. طبعا حرص الكابتن الخطيب على الاستقبال لبعثة الترجي رغم عدم وجود رئيس النادي لظروفه الخاصة ووفاة شقيقه، إلا أن النادي الأهلي مباشرة سارع بعمل برقية عزاء حتى قبل وصول البعثة للسيد حمدي المؤدب، بيعزيه فيها في وفاة شقيقه. ثانيا كان حريص على أن هو يكون في المطار في استقبال فريق الترجي استعدادا لمباراة الإياب بإذن الله يوم السبت إن شاء الله. فطبعا ده شيء أنا بقول هو سلوك متوقع وحرص من الكابتن محمود الخطيب على إن هو يعطي رغم أهمية المباراة ورغم أهمية إن الأهلي يلعب للحصول على اللقب الـ 12 أفريقيا في دوري الأبطال، إلا أنه حريص برضو على أن تكون الروح الرياضية والعلاقات الودية هي الموجودة بين فريقي الأهلي والترجي، وأهلا بهم طبعا في القاهرة ونتمنى ليهم إقامة طيبة بإذن الله إن شاء الله. ده الهدف من الرياضة والمنافسة فعلا طبعاً. تكون طبعاً شريفة بهذه الأمور الإنسانية مش الرياضية يعني. ما هو دايما دايما الرياضي اللي فاهم زي الكابتن محمود الخطيب بيتعامل مع الرياضه على هذا النسق يعني او على هذا المنطق طبعا. ويمكن احنا قريب برضو شفنا ان النادي الاهلي هنئ فريق الزمالك بمنتهى الروح الرياضيه على بطوله الكونفدراليه وعلى لقب الكونفدراليه، وهي دي السلوكيات اللي احنا عاوزينها تسود في الملاعب المصريه. طيب شفت حوار كابتن محمود الخطيب على سي ان ان ازاي؟ وايه رايك في اللي كنت بتكلم فيه من شويه وان كابتن محمود الخطيب حقيقي اسطوره وواجهه للنادي الاهلي والرياضه المصريه من خلال حوار السي ان ان، المقدمه اللي عملوها، طريقه الحوار، الكلام بتاع الكابتن محمود الخطيب في الحوار نفسه؟ طبعا اعظم ما في الامر هو بدايه الحوار بمقدمه من شبكه سي ان ان، مقدمه جميله جدا ومعبره جدا رغم انها موجزه، انما كانت تعبير عن مشوار وقيمة كابتن الخطيب في الكرة المصرية والأفريقية، عندما قالت أن الخطيب هو أحد أعظم من أنجبتهم مصر وأفريقيا. وهو ده على فكرة التاريخ اللي بيبقى، يعني دائما إحنا بنقول للعيبة الكورة عشان تبقى باقي في التاريخ لابد أن تكون سلوكياتك طبعا قبل أدائك هو اللي موجود. والشبكة الأمريكية أيضا قالت أنه بدايات الكابتن محمود الخطيب، وده طبعا من خلال الحوار ومن خلال المعلومات اللي تم الحصول عليها، كان عنده شغف جامد جدا وغريزي كمهاجم وحب للاعب أسطورة حقيقية في كرة القدم
وكان يحمل رقم 10 اللي هو اخذه بعد كده الكابتن الخطيب اللي هو طبعا بيليه البرازيلي الجوهره السمراء الاسطوره بيليه. وكان يمكن اعجابه بهذا النجم ولا يعي مثل هذه الامور الا من حضروا بيليه في قمه مجده وبعد كده اللي حضروا الكابتن محمود الخطيب، لانه رقم 10 ده كابتن مستر بيليه اوجده على مستوى العالم، خلى فيه عشق للرقم. ثم في مصر وفي افريقيا كان ارتداء الكابتن الخطيب لهذا الرقم على القميص بتاعه او التيشيرت بتاعه كان برضه سبب انه يتقال اللي لابس 10 ده يبقى مهاجم اسطوره. طبعا لم يستمر والامور تغيرت لغه الارقام يعني، بس حتى مش في مصر ومش في ده العالم كله دلوقتي المهاجم رقم 10 ده هو لازم يبقى اميز حد في الفرقه يعني. بالظبط، لكن هو يبقى كمان ان الشبكه الامريكيه سي ان ان يعني اختتمت تقريرها او المقدمه بان حلم الكابتن الخطيب الاكبر كان ان هو يقود مصر الى المجد في كاس الامم، وحقق ذلك عام 86. وبعدها كابتن الخطيب كان على راس فريق النادي الاهلي في دوري الابطال سنه 87، ثم جاء قراره بالاعتزال وهو في مجده يعني. كان وده برضه قرار لازم نشيد بانه اللاعب هو اللي يقدر يعرف متى يعتزل كره القدم، متى يستمر. انا بحس ان كل الاساطير يا استاذ جمال يعني انا من خلال الاساطير اللي انا عشرتهم يعني، زيدان اعتزل وهو في قمه مجده واخد كاس يعني في نهائي كاس العالم وصل للنهائي. لا ده ذكاء النجم يعني، ذكاء النجم حتى في الانديه المصريه برضو النجم اللي بيعتزل وهو في قمه مجده دايما ابو تريكه مثلا، معظم اللعيبه الكبار اعتزل وهو في قمه مجده ويقدر يدي تاني لسه. بالظبط كده، بالظبط، هو ده شيء مهم جدا جدا، لان هو بيبقى جواه قناعه ان هو ما بيلعبش تجاري يعني، هو مش مجرد ان هو بيلعب، وخاصه ان الكابتن الخطيب كان في عصر الهواية اللي هي شفافة جدا، اللي كان بيلعب كورة كان بيحب الكورة، كان بيحب النادي، كان بيحب بلده، فكان ما كانش الفلوس هي أهم الأكبر ولا أهم خالص بالنسبة للنجوم. وده برضو يلفت نظرنا النقطة أستاذ عبد الرحمن اللي هي نقطة من هم الأساطير. أساطير كرة القدم لا يقولوا على انفسهم انهم اساطير يعني. انا بسمع في هذه الايام ناس كتيره جدا يحسسوك ان الاساطير كل نادي فيه 900 اسطوره، وده غير حقيقي يعني. احنا حتى كنا بنتكلم اسطوره رقم 10 مرتبطه بمحمود الخطيب، الاسطوره لازم ترتبط بشيء على الاقل مع الجمهور يعني. مين اللي يسميك اسطوره؟ جمهورك. مظبوط، الجمهور هو الذي تقدر تساله من هو الاسطوره، يقول لك فلان. من هو الاسطوره في الاهلي او اساطير الاهلي؟ هتلاقيهم على مدار التاريخ في نجوم كبار وما بيبقوش كتير، مش اي يعني الفرقه او الجيل الواحد بالكتير فيه اسطوره، اسطورتين بالكتير يعني. ايوه، لكن مش كلمه تطلق على عواهنا كده اللي هو الليجند يعني، اللي هو يقول لك ده اي حد. لا، لابد ان يكون هذا بقرار من الجماهير اللي هي تفضل فاكره طول عمرها من هم الاساطير. والاسطوره لازم تعيش زي ما حضرتك قلت مع الجمهور، بتعيش بتخلد يعني، توفاهم الله ولسه هم اساطير حتى الان يعني. وتعبر الزمن. بالظبط، بمعنى انه مثلا مختار التتش مظبوط محدش اداله، هو ما اداش لنفسه، وممكن يكون في وجوده او في حياته ما حسش بان هو اسطوره، لكن هو بيخلد حتى الان يعني. ايوه بالظبط. فانا عايز اقول انه يا ريت الناس اللي موجوده حاليا اللي لسه بيلعبوا او اللي لسه مبطلين يبطلوا الكلام يعني شويه عن حته الاساطير يعني. انا بطلع دلوقتي بقول لك بحس ان كل واحد عاوز يسمي نفسه، بيقولوا على نفسهم كده، فانا بقول لهم بالراحه شويه، خلي الجماهير هي اللي تقول، خلي الصحافه والاعلام هو اللي يقول هذا الكلام، مش انت اللي تتكلم عن نفسك. واجمالا هو كابتن محمود الخطيب
احد الاساطير الافريقيه والمصريه اللي محدش جامله فيها. يعني حتى لما يجي شبكه سي ان ان تحب تختار لاعب اثنين ثلاثه من القاره هتختار وفقا لمعايير، واخد بالك؟ يعني حتى رغم ان هم وصف هي نفسها السي ان ان نفسها صنفته بالاسطوره، يعني أيوة هي اللي كاتبه كده على المقال وعلى الحوار نفسه. ده اللي احنا بنتكلم فيه، ان الاسطوره لقب يمنح ولا يعني ما ينفعش ان انا اوصف نفسي بكده. هو لقب مكتسب من الجمهور فعلا. طبعا يعني، فنتمنى طبعا التوفيق لكابتن محمود الخطيب في قيادته كمان للنادي الاهلي. احنا شايفين السنوات الماضيه ما شاء الله يعني انجازات وبطولات وفي كل اللعبات في كره القدم وفي اللعبات الاخرى. فده واحد بيحب ناديه ومخلص ليه يعني. طبعا. طيب تعالى بقى نتكلم عن مباراه الاهلي والترجي التونسي، نهائي يوم السبت القادم ان شاء الله، خلاص 48 ساعه تقريبا يعني على النهائي. شايف فنيا الماتش ده ازاي؟ النتيجه اللي هناك نتيجه 0-0، انا قلت في الاول خالص ان هي نتيجه لا هي حلوه ولا هي وحشه، بالعكس ده بتدي الترجي فرصتين ان هو يتعادل تعادل ايجابي او يكسب، بتدي الاهلي فرصه واحده بس ان هو يكسب بس. وجهه نظرك في النتيجه هناك ايه؟ ووجهه نظرك الفنيه في اللقاء ده ايه؟ انا عايز برضو ازود على كلامك يا عبد الرحمن، انه حتى لو انا كسبان المباراه اللي هناك يبقى ان المباراه اللي جايه اللي هي اليوم السبت ان شاء الله ممكن تحمل الكثير من الاسرار والمفاجآت. وبالتالي انا لما باجي اتكلم عن المباراه النهائيه دي بتكلم عنها باعتبارها مباراه لم تنتهي، هو شوط واحد اللي هو مباراه الذهاب في رادس في تونس، في رادس هو ده الشوط الاولاني كما نقول يعني في عرف التقييم للمباريات. الشوط الثاني بقى هيبقى صعب جدا، لان زي ما انت قلت الترجي فرصه قائمه، يعني حتى لو احنا قدرنا نتقدم بهدف هو عنده فرصه. هم لعبوا بحرص شديد جدا في اللقاء الاولاني، انا يعني وجهه نظر المشاهد او المشجع الحرص ده يقلق في القاهره، لان هم لو لعبوا بنفس الحرص دوت بنفس النظام ده هو شيء يقلق جدا، لان هم محتاجين التعادل مش المكسب. وهو عندهم كاردوزو ده المدير الفني واضح جدا من اول ما تولى المسؤوليه عمل تغيير في طريقه ادارته للمباريات، عارف امتى يهاجم وامتى يدافع. يعني هو لما لعب مع سان داونز كانت اغلب التوقعات تشير الى ان سان داونز هيكتسح الترجي، لا الترجي كسبه ذهابا وايابا. معلش انا بتكلم في حذر شديد في النظر لمباراه السبت. لا معاك حق جدا، انت قلت كمان ماتش سان داونز ده شيء مهم جدا، فرقه مش سهله وعلى ارضها بتلعب بقوه شديده. ده الواقع يا عبد الرحمن، يعني لازم نتعامل مع مباراتنا اللي جايه على ان هي مباراه تقبل جميع الاحتمالات. طبعا. ويجب ان يكون، وده اللي اكيد بيعمله الجهاز الفني كولر ورفاقه، اكيد هم مجهزين وبيتكلموا مع اللعيبه على كل السيناريوهات، لان انت ما ينفعش دقيقه واحده تفقد التركيز. لازم لو لعبنا بشكل منظم وجيد هتجيب هدف، ولو لعبت احسن هتجيب هدف تاني. لازم يعني زي ما بنقوله باللغه الكوره تقتل الماتش، لازم المباراه تنتهي اكلينيكيا وفعليا مش بهدف واحد. ان شاء الله طبعا يستطيع النادي الاهلي العمل ده، وكمان لابد من الحذر الشديد من الهجمات المرتده، لان انت ما ينفعش انك تندفع على حساب الجانب الدفاعي، تندفع للامام يعني وتهاجم على حساب الجانب او الجوانب الدفاعيه. فهي مباراة الحقيقة أنا بعتبرها بطولة لوحدها. هي المباراة أنا شايف المدرب أو الرؤية بتاعت مدرب ترجي التونسي في الماتش الأولاني في ماتش الذهاب، هو عرف جدا إن هو يقفل مفاتيح لعب النادي الأهلي في الماتش الأولاني في تونس. طبعا عرف في رادس يسيطر على نص الملعب بشكل كبير جدا، أنا شفت إن هو برضه
يعني نص ملعب بتاعه منظم زياده عن اللازم، كان عارف يوصل للكره بشكل كويس، وكان عارف يحافظ ان هو يلعبه تحت الكره والاهلي معاه الكره كويس، يعني هو بيلعب تحت الكره بشكل منظم جدا جدا يعني. هو راجل واضح ان هو مدرب كويس جدا وبيعرف يقرا وعارف امكانيات لعيبته. استاذ جمال هو عارف امكانيات لعيبته كويس قوي ووظفها بشكل جيد. مظبوط. فطبعا فريق زي كده محترم جدا كرويا وكل شيء، لازم انت كمان تعمل له 1000 حساب. صح. وتثق كمان ان النادي الاهلي لو لعب لعبه المظبوط العادي هيكسب باذن الله، بس احنا بنحذر من اي مفاجآت، اي اشياء غير متوقعه. لازم تحترم منافس قوي زي الترجي بكل تاكيد. حلو جدا. وتعمل حساب لقوه مدرب عامل مباراه كويسه هناك. والفوز على فكره لا ياتي الا لمن يحترم المنافس. مظبوط. كل ما احترمتهم كل ما قدرت ان انت تكسبهم، وممكن تكسبهم كمان بفرق كبير، بس احنا هنبتدي بالجول الاولاني ان شاء الله. بعد كده الامور اعتقد ممكن هتبقى يعني في طريقنا ان احنا نحقق فوز كبير يعني. يا مسهل، بشكر حضرتك استاذ جمال على المكالمه الجميله دي، اضافت لنا كتير في 7 داي سبورت والحقيقه هو